السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله إحنا جايين نحل مشكلة قابلتنا وإحنا بنجرب ويندوز 11 النسخة المسربة، حابين نجربها على جهاز قديم عندنا، فظهرت لنا مشكلة. المشكلة دي ظهرت لمجموعة كبيرة جدا، خصوصا الناس اللي عندها أجهزة قديمة من تاريخ تصنيعها من 5 سنين أو أكتر. فالأجهزة ديت ما كانش بينزل فيها شريحة اسمها شريحة التي بي إم، فدي شريحة بتنزل على ماذر بورد. لو شفنا التعريف بتاعها هنا على ويكيبيديا، عبارة عن شريحة بتنزل في المذر بورد بتاعت الجهاز بتاعتي، فبتستخدم في التشفير وفي الانكريبشن وبتساعد في حفظ الداتا بتاعتي. فالشريحة دي جزء هاردوير بيبقى موجود في المذر بورد الجديدة، فكل المذر بورد الجديدة حاليا بينزل فيها شريحة التي بي ام دي، وحاليا فيها التي بي ام فيرجن 2. فهي دي المشكلة عندنا، ان الناس اللي سربت او المبرمجين اللي سربوا نسخة 11 حطوا فيها الخاصية ديت، ان هي لازم يكون الجهاز موجود فيه شريحة التي بي ام علشان ما يتضرش من اي خطر ممكن يكون موجود في النسخه دي. فاحنا هنحاول نجربه على جهاز قديم ما فيش فيه بيانات حساسه بالنسبه لنا، هنحاول نلغي الخاصيه دي ونحاول نسطب ويندوز 11 او نثبت ويندوز 11 على اجهزه قديمه تاريخ تصنيعها من 5 سنين 10 سنين فاتت، بيكون بشكل سهل جدا. القصه ديت او الايرور دوت مش معناه ان الجهاز بتاعه ضعيف وما يقدرش يستحمل ويندوز 11. ويندوز 11 هو نفس متطلبات ويندوز 10 بالظبط، ما فيش فيه اي مشكله خالص. فنحاول نتخطى العائق دوت ونحاول نسطب ويندوز 11 مع بعض. لما بنيجي نسطب النسخه من خلال الفلاشه بيظهر لنا الايرور دوت، بيبقى بيكون بالشكل دوت: This PC doesn't meet the minimum system requirement، يبقى الجهاز دوت لا يتناسب مع الحد الادنى من المتطلبات لتثبيت ويندوز 11. او لو بعمل ابجريد من خلال الويندوز نفسه وبعمل دبل كليك على ايقونه السيت اب من خلال الويندوز نفسه، فبتظهر لي الايرور دوت: البي سي ماست سبورت تي بي ام فيرجن 2، البي سي ماست سبورت السكيور بوت. فالاجهزه القديمه ما فيش فيها الخصائص دي كلها، زي اللابتوب اللي انا شغال عليه حاليا ما فيش فيه الخصائص دي كلها. فاحنا هنحاول وهنشوف مع بعض ازاي نتخطى العائق دوت ونشيل الخاصيه ديت من اسطوانه الويندوز 11 ونحاول نسطبها مع بعض ان شاء الله. حاليا احنا شغالين على ويندوز 10 انترفورس ال تي اس سي، ودي نسخه خفيفه شويه عن نسخه الويندوز 10 برو، نبقى نشوفها مع بعض ان شاء الله. لكن حاليا احنا عاوزين نعمل ابجريد للنسخه ديت بنسخه ويندوز 11. هندخل على مصدر النسخه بتاعنا، هندخل على النسخه بتاعتنا، هيكون بالشكل دوت. لما نعملها داونلود هتظهر لنا بالشكل دوت، دبل كليك عليها هتفتح معانا بالشكل ده. هنعمل دبل كليك على السيت اب، احنا عاوزين نعمل ابجريد من جوه الويندوز نفسه، ما بننزلهاش على فلاشه ونجيبها من بره. فالافضل ان احنا نعملها بالشكل دوت علشان نحافظ على الملفات بتاعتنا واحنا بنجرب النسخه. طبعا لو ما عجبتناش النسخه بنعمل داون جريد تاني ونرجع للنسخه اللي احنا عاوزينها. هنضغط هنا على تشينج هاو سيت اب داونلود ابديتس، مش عاوزين ابديتس خالص، نوت رايت ناو. هنعمل نكست. هو حاليا بيعمل تشيكنج على الويندوز وبيشوف هل هو يتناسب على المتطلبات الموجوده ولا لا. هنا طلع لنا الرساله دي، هي الرساله دي اللي احنا بنتكلم عليها، ان البي سي ماست سبورت تي بي ام 2 وان ماست سبورت السكيور بوت، ودي طبعا مش موجوده زي ما احنا شرحنا في البدايه. فاحنا هنقفل النسخه دي خالص وهنعدل عليها بملف بسيط هنحمله من الديسكريبشن بتاع الفيديو وهنضيفه على النسخه ديت على الملف السورسز كده. خلاص يبقى الموضوع بالنسبه لنا خلص. هنحاول ندخل على المصدر النسخه بتاعتنا ويندوز 11، في وصل الفيديو هنلاقي الملف دوت بالظبط، هنعمله داونلود هيبقى معانا بالشكل دوت، هنعمل له اكستراكت هير هيديني الملف دوت. هو ده الملف اللي احنا عاوزينه علشان ندخله جوه النسخه. هناخد الملف ده كده كوبي، هنفتح النسخه بالشكل دوت في الويندوز اكسبلورر، هندخل على السورسز هنعمل بيست. هنا كده مش راضي يعمل بيست، في بعض الاحيان هيعمل معاك بيست عادي جدا ما فيش اي مشكله، لكن هنا حاليا مش راضي يعمل معايا بيست. فهنحاول نشوف طريقه ثانيه ان احنا هنيجي على ملف الايسو اللي عندنا ونحاول نفتحه. هنفتحه باي برنامج تاني يقدر يعدل على برنامج الايسو دوت، فالبرنامج اللي كان مشهور جدا اللي هو الالترا ايسو بريميوم، وده كنا بنستخدمه ايام ويندوز 7 عشان نقدر نتعامل مع ملفات الايسو. ولما نزل ويندوز 10 فبقى افتراضي بيفتح الملفات الايسو، فما عدناش محتاجين البرنامج. فلما حصلت معايا المشكله ديت وما قدرتش اعدل على الملف فنزلت ملف تاني، رجعنا لبرامجنا القديمه ونزلنا الملف تاني. فهنفتحه بالبرنامج دوت الالترا ايسو. يبقى احنا فتحنا كده نسخة الويندوز موجودة عندنا، انا حاليا عشان كنت فاتحها قبل كده هتفتح معانا بالشكل دوت. هنيجي على السورسز، نفتح السورسز، هنجيب الملف بتاعنا نعمله دراج اند دروب هنا كده ونعمل يس تو اول، نعمل ريبليس، نعمل ريبليس على طول يس تو اول، وبعد كده نعمل سيف عشان انا مسيفه قبل كده او علشان احنا فاتحين النسخة قبل كده. هنا معانا نعمل هنا ايجيبت، هنعمل هنا كده ايجكت،
هنرجع تاني للبرنامج، هنعمل سيف كده. البرنامج بيسيف معانا النسخة بالملف اللي احنا أضفناه عليها. هننتظر شوية لحد ما يخلص عملية السيف بتاعته، تقريبا 2 أو 3 دقايق بالكتير يعني. وبعد كده نحاول نعمل أبجريد تاني لويندوز 11، وإن شاء الله الطريقة تنجح معانا ونجربها مع بعض دلوقتي. كده خلاص الملف اتحفظ معانا، نقفل دوت نرجع تاني. كده برنامج الالترا ايزو عمل نسخة باك اب قبل ما بيعمل تعديل على الملف الايسو او يعمل حفظ عليها، فما فيش مشكلة يعني. ندخل احنا عدلنا النسخة بتاعتنا اللي احنا عدلنا عليها، كده بقت نسخة جاهزة اقدر اسطبها بطريقتين. اقدر اعمل ابجريد من خلال الويندوز 10، او اقدر انسخها على فلاش واعمل كلين انستليشن من البداية خالص، ادخل على البوت او على الدوس وابدا ابوت من الفلاش وانزلها عادي خالص. كده حلينا المشكلة الموجودة في الايسو او في ملف الايسو الخاص بويندوز 11، ونقدر نسطبها بأريحية جدا بأي طريقة من الطرق. كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، شكرا ليكم، يارب تكونوا استفدتوا بالمعلومة. ما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.